أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأذان الأول لصلاة الجمعة واجب، بحيث لو لم يؤذن المؤذن الأذان الأول تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة حتى ولا الأذان الثاني، ما تبطل الصلاة. ترك الأذان لا يبطل، ترك الإقامة لا يبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، ولكنهما واجبان، يكون ترك واجبا ولكن لا يبطل الصلاة. نعم.